قمع، لكل أشكال الحصار، لكل أشكال الترهيب، لكل أشكال التنكيل. تحية نضالية أيضا لكل الإطارات الحقوقية التي انخرطت بشكل مبدئي في وقفتنا هذه، التي جاءت بناء على الدعوة التي قد قامت بها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي من خلال دعوة إلى إضراب عام في قطاع التعليم بكل أسلاكه وبكل وضعه وبكل مهماته على المستوى الوطني، مصحوبا بأشكال نضالية احتجاجية للتنديد أولا بالقمع الذي طال التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بغداة الإنزال الوطني بشوارع الرباط، والتي نتج عنها ما نتج عنها من اعتقالات تعسفية التي أعادت إلى أذهان الجماهير الشعبية سنوات الجمر والرصاص، التي اعتقد البعض أو توهم البعض بأننا قطعنا معها، لكن لا مال بدت تطل علينا من جديد وتؤكد أن لا شيء تغير تحت شمس المغرب. المغرب لا زال يعيش عهد الرصاص، المغرب لا زال يعيش عهد الاعتقالات، عهد البوليس السري، عهد التنكيل، عهد القمع، لا لشيء سوى لأن الأساتذة رفضوا الخنوع، رفضوا الاستسلام، رفضوا الذل، رفضوا التعاقد، رفضوا أن تباع كرامتهم في سوق النخاسة، ونزلوا إلى الرباط لكي يطالبوا باحتجاج بحقوقهم المشروعة بشكل سلمي حضاري ومسؤول. لكن هذه الدولة استغلت للأسف الشديد، نقول استغلت الحجر الصحي أو قانون الطوارئ الصحي ليتحول إلى قانون الطوارئ السياسي. نحن نعيش حالة طوارئ استثنائية سياسية على مستوى المغرب التي تستغلها الدولة بين الفينة والأخرى لقمع كل الحركات، لقمع كل الاحتجاجات. لكن عزيمة الأساتذة الشرفاء الذين لبوا نداء التنسيقية الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ولبوا أيضا نداء النقابات التي هي الأخرى لم تسلم من التعنيف، لم تسلم من التنكيل، وهي إشارة واضحة من طرف هذه الدولة. إن كان هناك مساواة فالمساواة في شقها القمعي والهمجي الذي توزعه بالتساوي على جميع الحركات الاحتجاجية، سواء كانوا ممرضين أو أساتذة أو محامون أو أي شكل من الأشكال الحراك المسؤول والمشروع والسلمي الذي ينادي بالكرامة والعيش الكريم لأبناء الشعب المغربي. دفاعنا عن هذا التنسيقية الوطني للأساتذة المفروض عليهم التعاقد ورفضنا لقانون التعاقد هو في حد ذاته دفاع عن الجماهير الشعبية وعن أبناء الجماهير الشعبية في حقها في التعليم أولا المجاني، وحقها في التوظيف العمومي الذي هو في نهاية المطاف مكسب تاريخي أمانته الجماهير الشعبية بدمائها ودماء شهدائها وقرون من السجون التي اكتوى بها شباب في ربيع عمرهم عبر تاريخ المغرب، والذي بفضله ربما ننعم الآن بهذا البصيص. وقفتنا هذه التي حاولت الدولة على مستوى العرائش، السلطة المحلية التي منعتها لا لشيء سوى لأنها تستند إلى قلنا قانون الطوارئ الذي أصبح قانون لفرض الاستثناء وفرض الحجر على الاحتجاج والحجر على الحقوق والحجر على الحريات، حرية التعبير، حرية التظاهر، حرية الاحتجاج، حرية قول لا. الجماهير الشعبية التعليم دائما نعتبر أن قضية التعليم هي قضية طبقية، هي قضية شعب وليست قضية أساتذة فقط، هي قضية الجماهير الشعبية كلها، خاصة التي لا تستطيع أن تدفع أموال من أجل تعليم أبنائها وبالتالي تلجأ إلى المدرسة. وللأسف الشديد هؤلاء الذين أتوا بهم من أجل قمعنا ومنعنا هم أكبر متضررين من هذه القرارات التي تسنها الدولة،
والتي تسعى عبرها إلى تمرير الخوصصة وبيع المدرسة العمومية في المزاد العلني. للأسف الشديد، للأسف الشديد نقولها دائما، أبناء الجماهير الشعبية والكداح يدفعون في صدام بينهم، ويبقى المسؤولون متربعون في أبراجهم العاجية. قيم وننشر الاختلاف وثقافة التسامح، هذه هي الرسالة للنساء ورجال التعليم. لكن هذه الرسالة أصبحت في الآونة الأخيرة مزعجة، أصبحت غير مقبولة. لمن؟ ليس لهؤلاء الملتفين حولنا، للأسف الشديد للذين يهربون الأموال إلى بنما وسويسرا وغيرهم، ويريدون أن يبيعوا ثروات هذه البلاد، وباعوها للأسف الشديد، ويتركوننا لكي نتصادم فيما بيننا. من هذا المنبر نحن ندين القرارات التعسفية، ونرفض استغلال جائحة كورونا لإسخراص أصوات الجماهير الشعبية بكل أشكالها، ونرفض قرارات تركيعية. ونقول مرة أخرى، نحن لن نرهب، نحن لن نخاف ولن نهاب، سنستمر في نضالنا لأننا أصحاب قضية، مؤمنون بأن النضال ثم النضال، والنضال هو الدرب الوحيد الذي يجب أن تسير عليه جميع الجماهير الشعبية، وأن تلتف حول معركة الأساتذة. هؤلاء ليسوا عشاق الاحتجاج، هؤلاء ليسوا من الذين يعشقون المظاهرات ويستمتعون بالتظاهر، هؤلاء لم يجدوا غير التظاهر بديلا. لو وجدوا الحلول والأبواب الحوار والتفاوض مفتوحة لما نزلوا إلى الشارع، لما اضطروا لأن يتركوا المدارس وحبهم لتلامذتهم يخطر أكبادهم وقلبهم يتقطع لأنهم غادروا أبناءهم وفي لذات أكبادهم. هؤلاء هم المربون الثانون بعد الآباء، هؤلاء الذين تعهدون إليهم لأبنائكم لكي يعلمونهم الحروف الأولى الأبجدية، ويعلمونهم بعد ذلك حب هذا الوطن. للأسف الشديد الذي أصبح ليس حبا للوطن، وإنما حبا للمسؤولين الذين باعوا هذا الوطن. ونحن نحب وطننا أكثر من يدعي حبه للوطن، نحن أكثر من يحب هذا الوطن وأكثر حرصا على هذا الوطن. يا حماسة الحمار، هلموا هلموا لمجد الوطن، لقد صرخت بعروقنا الدماء، نموت نموت ويحيى الوطن. حماسة الحمار، يا حماسة الحمار، هلموا هلموا لمجد الوطن، لقد صرخت بعروقنا الدماء، نموت نموت ويحيى الوطن. فصرختنا هذه ليست لأننا يدفع لنا أموالا أخرى، بل تقتطع من أجورنا، فكل يوم عمل نضربه فهو يؤدى من أجورنا. ولكن عندما نعود إلى الأقسام نقوم بالدعم، للأسف الشديد نقوم بدعم هؤلاء الأبناء وهؤلاء التلاميذ، نقوم بإعادة مجموعة من الدروس، وهذا دليل على أن هؤلاء أكثر تضحية وأكثر حرصا على مصلحة المتعلمين. ولن يزايد علينا أحد بحبه للتلاميذ الذي أغلق في وجههم الداخليات هذه السنة بدعوى كورونا، وحرم 310 ألف تلميذ من الحق في التمدرس. 310 ألف تلميذ حرموا هذه السنة من التمدرس، ومن بينهم 3000 تلميذ بالعرائش، لا لشيء سوى لأنهم ليس من قدورهم أن يكتروا بيتاً ويستقرون داخله من أجل أن يتابعوا دراستهم. ولذلك أغلقوا في وجههم الداخليات، وأغلقوا دور الطالبة، وحرموهم من التعليم. غدت علم طبقي، غدت علم طبقي، ولا الشاب صناقي، غدت علم طبقي، غدت علم طبقي، وشي مطرد وشي باقي، لذلك قلت لن يزايد علينا أحدا في حفاظه على الزمن المدرسي وفي حبه للتلاميذ ودفاعه عن التلاميذ. نحن أحرص ونحن أشرف من يدافع عن التلاميذ، ونحن نحب التلاميذ أكثر من أي شخص آخر ومن أكثر من أي مسؤول آخر، لأننا نعيش معهم حياة مدرسية يومية.
وبالتالي لن يزايد علينا احد لكي يؤجج الغضب ونار الغضب في صفوف الاباء واولياء الامور. نحن قلناها منذ البدايه على المستوى العراقي، للاسف الشديد استجابت السلطات المحليه لفتح الداخليات، لكن يا ليتها قد استجابت في الوقت، استجابت في الدوره الثانيه بعدما شطب على ابرز التلاميذ وتم طرد ابرز التلاميذ وفتحت الداخليات في وجه من؟ في وجه من؟ من سيلتحق في الدوره الثانيه وقد حصل على الصفر في الدوره الاولى لانه لم يلتحق في الدراسه، لانه لا يملك امكانيه ان يتابع دراسته الا من داخل الداخليات ودور الطالبه التي اغلقوها في وجهه. مساله اخرى يجب ان نشير اليها، الصحافات الصفراء، الصحافه الصفراء التي يتم تاجيجها ويتم توظيفها في هذه الاونه الاخيره التي تنهش من سمعه نساء ورجال التعليم وتسب وتبث السموم عبر كل مواقع وعبر كل الجرائد الالكترونيه والتلفزه المدفوعه من جيوب الضرائب ابناء الشعب المغربي، كل هؤلاء نقول لهم لنا اعلامنا ولنا جماهيرنا التي تحب هذا الاستاذ. وقهرتونا في الدوسيف، وقهرتونا في الدوسيف، وقهرتونا في الدوسيف، وقهرتونا في الدوسيف، شعارات طوباوية، شعارات طوباوية، شعارات طوباوية، شعارات طوباوية. من هذا المنبر نحن ندعو كل الشرفاء وكل المنابر الحرة، كل إعلام الذي يستحق التقدير نشكره ونشكره مرة الألف، لأنه إلى جانب القضايا العادلة للجماهير الشعبية بكل فئاتها وإلى جانب معركة الأساتذة التي كما قلت هي معركة الشعب المغربي، مدرسة الأساتذة هم الآن المقدمة التي تخوض المعركة من أجل بقاء المدرسة العمومية، من أجل بقاء الوظيفة العمومية. آخر قلاع المقاومة الآن بعدما أثبت التاريخ أن العديد من الأحزاب السياسية قد باعت نفسها وباعت ضميرها وباعت كل شيء لديها، ولم يبقى هناك سوى هؤلاء، سوى هذه الوجوه الشريفة التي لازالت قابضة على الجمر ولازالت رافضة لأن تسلم المشعل، رافضة لأن تستسلم رغم كل التضييقات، رغم كل التكالبات، رغم كل الهجومات، رغم كل النهش الذي يتعرضون له. خير دليل والصور التي تشاهدونها الآن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف يتم التنكيل للأستاذات والأساتذة عبر إهانتهم وسحرهم وجرهم ودفعهم ومحاولة قتلهم وتجريدهم من الملابس، وتجريدهم من الملابس، وكلها ممارسات للأسف الشديد. عندما نعود للدستور الذي قيل أنها قيل أنه ديمقراطي في فصله 22 الذي يحجرم ويحرم المس لكرامة الإنسان مهما كانت الظروف، لكن للأسف الشديد يصبح هذا الدستور مجرد ورقة للاستئناس أو ربما هو موجه لجهات أخرى، أما هنا فليس هناك صوت يعلو على صوت القمع، على صوت السهل، على صوت القتل، على صوت السجن، على صوت النفي والطرد والتعذيب إلى غير ذلك. معركة الأسد كما قلت هي معركة الشعب المغربي، لذلك نحن كجامعة وطنية للتعليم توجه الديمقراطي ندعو كل الشرفاء، إطارات نقابية مناضلة حقيقية وتنسيقيات مناضلة وجمعيات مهنية وكل الإطارات الحقوقية المناضلة إلى وحدة الصف ولم الشتات هذا التشتت وهذا البلقنة التي يعيشها المشهد الاحتجاجي على مستوى المغرب خاصة على مستوى العرائش، لتصدير برنامج نضالي واحد وموحد من أجل دفع هذه الدولة ودفع هذا اللوبي الذي يسيطر على دوالب الدولة من أجل الرضوخ ودفعه للاستجابة وحماية في نهاية المطاف المدرسة العمومية والوظيفة العمومية. دمتم رفاقي رفيقاتي شرفاء الشريفات أستاذات الأساتذة الإطارات النقابية والحقوقية ومناضلي التنسيق الوطني للأستاذة للتعاقد العرائش ومناضلي ومنخرطي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أوفياء لعهدكم، أوفياء لمساركم، ولنا غد سننتصر 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 سننتصر. غدا سننتصر ولن نخرج.